أحلى 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 صباح، صباح المطر الخفيف. صبحكم الله بالخير ويسعد لي صباحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من الخليج إلى المحيط، ومن المحيط إلى آخر أندلسيا. هذه كاتدرائية المدينة، مدينة كيمبتون الألمانية، ونتجه إلى المدينة. شارع الساعة 11 صباحا، تاريخ اليوم 2/6/2016، درجة الحرارة 12-13، برودة. هذه مدينة كيمبتون، من البلدات اللي قريب شوي من، لكنها طبعا مش بلدة سياحية، لكنها قريبة من لنداو. لنداو هي سياحية، عندكم مدينة برينغز النمساوية اللي جنبها سياحية، لكنها من البلدات الجميلة اللي أنا أحب أصور لها. لا هي مدينة كبيرة ولا هي مدينة صغيرة. هذا أوتيل، طبعا بدأوا يهتمون في الجماليات، الديكور الخارجي للمباني يعطي للمدينة صورة ثانية عن الله. لما تكون مهملة ولا تكون من زمان ما انصبغت ما تعدلت. نواصل. سبلنج مال المدينة كيمبتون. من الساحة الرئيسية ننطلق إلى شارع التسوق. وسلام خاص يا اخوان للمنظمة الجديد، المغامر العماني من سلطنة عمان، حمود الحميدي من قرية العامرات بالتحديد. حياك الله يا حمود، حياك الله في عالم المغامرات. وكذلك سلام الى باسم علي، احمد عبد الله، نور ابراهيم، علي الشمري، محمد اليامي، ابو نغم، حياك الله يا الغالي، حسن علي من العراق، يا مرحبا، تانية، سعود المطيري، بلقيس باكو، انور الميالي، فرات العراق، والله ما ادري انطق اسمك عدل، حياكم الله يا اهل العراق، يا مرحبا والله، واهل سوريا، واهل فلسطين، غزة، اللهم رجع الأراضي، اللهم أنك أرجع الأراضي والأمن والسلام لهالدول، هالدول العزيزة على قلوبنا. نواصل النافورة الحلوة. كذلك فاتن بوكيري، يا أخت فاتن أنا أصور بسامسونج جالكسي السفن الجديد 7 ادج، تصوير ممتاز، كاميرا 20 ام بي، يعني ما في كلام. كذلك سلام على الاخت بارادايس، عادل محمد، نور الميالي، وجميع الأخوة، حسن علي كذلك من العراق، حياك الله يا الغالي، ومشكورين على الكلمات الحلوة. بصراحة أثلج صدري، طلع الدمع من عيوني والله،
كلمات جميلة بصراحة ما تطلع إلا من ناس أجمل. مشكورين مشكورين على الكلمات اللي توصلني بالواتساب ولا في السناب ولا في الانستغرام. حاول قد ما أقدر أمر على الأماكن اللي تستاهل، لكن البارح المطر أقولكم خرب الجدول، وكذلك أول أيام الإسبانية بعد خربت الجدول فوق تحت، ورحت أعيده وأصلح. مدينة صراحة حلوة هذه المدينة كيمبتن، تستحق بصراحة تستحق أن الواحد لو يتوقف فيها بس ساعتين ثلاث ساعات. نروح الجهة الثانية نواصل. بكرة لازم أسلم السيارة، بس أنا الحين أحاول أتصل لهم إني ما أسلمها في سالزبورغ، أسوي أسلمها في مطار ميونخ، لكن الجماعة ما حصل جواب، يصيح التلفون ما يردون. أحاول مرة ثانية. كلها أي 160-170 كيلو ترى بين سالزبورغ وميونخ، والقطارات شغالة وكل شيء، الباصات شغالة، القطار ما يوحي. ساعتين ساعتين وربع ولا انت في هابنهوف في ميونخ. نهاية شارع التسوق في بعد مدينة ثانية قريبة من هنا يمكن 30-40 كيلو بعدي عليها قبل اتجه إلى المناطق الجنوبية من ميونخ. تحياتي للجميع والسموحة، والسموحة يا أخوان إذا في أي تقصير، وحاضرين لأي سؤال. ترى من قبل ما يعني من يوم الأحد إن شاء الله بتفرغنا للناس اللي ما رديت عليهم، إن شاء الله برد عليهم. بس الله يخليكم لا ترسلوني في قناتي في اليوتيوب، أرسلوا لي على الواتساب سؤال أرسلوا عشان تكون هناك سهولة في الرد برسالة صوتية. بالطريقة هاي أقدر أرد على عدد كبير من الناس. لا حد يرسل لي على القناة، لا حد يرسل لي أنا. قد ما تقدرون أرسلوا على الورد إذا شيء مهم، خصوصا اللي بيسافر عن قريب يعني. أما اللي بيسافر بعد رمضان أموره طيبة. لكن يا أخوان أحذركم من إيطاليا، تحملوا ترى حر من بعد رمضان، حر خلوا بالكم. لا تسترخصون، إلا زيدوا شوي مبلغ وروح أماكن أفضل فيها في النمسا أفضل. أنا لا، هذه نصيحة، ومن بغاها شل ومن ما بغاها خليها. تحياتي للجميع. الرسومات نواصل. نواصل، ما زلنا في كيمبتن وأخذ اللقطات الجميلة، وما زال البناء جاري، تكبير جاري. نواصل. ما زلنا نواصل أخذ اللقطات، وبعد الاتصال بالمكتب
واتفاق أني أرميها في مطار ميونخ. تصوروا المسافة بين سالزبورغ ومطار ميونخ يمكن 170-180 كيلو. أدفع 200 يورو يعني تقريبا 900 ريال عشان يرجعونها بس من مطار ميونخ لين سالزبورغ 900 ريال. هذا المبلغ. حياكم الله، يسلم راسكم، وإن شاء الله أني أحاول أقدم حاجة ترضيكم بس، لأني رحت سلمت في سالزبورغ وركبت القطار ضيعت وقتي لين ميونخ. الحين في طريقي إلى مكان قصر كبير